في قرار مفاجئ هدد لاعب اتحاد بن عباس بمقاطعة مباراة الدور قبل النهائي من منافسة كأس الجمهورية، وذلك في حال إقدام لجنة التنظيم على برمجة مباراة شباب بالوزداد بملعب 20 أوت بالعاصمة. قبلوش كان يديروا في الزاوت ما قبلوش، هذيك على بالك هذه ديمي فينال قد كبير احنا العملية ديجا ديمي فينال لعبنا سنجري معنا، ثم كيما احنا لاعبين وليكيب كومبلي صافي يدير الولاية كومبلي بالعباس هم حابين يلعبوا في تنجري. لاعبو اتحاد بالعباس طالبوا من لجنة منافسة الكأس ببرمجة اللقاء بملعب الخامس جويليا مثل ما كان عليه الحال الموسم الماضي أمام نصر حسين داية. هذه ديمي فينال عرس كروي كبير ما بين شباب الوزداد اتحاد بالعباس، اتحاد بالعباس كما قلت لك مدينة بالعباس هي ولاية، ثم كان جمهور كبير اتحاد بالعباس. دونك حنا ماذا بيا كما قلت لك هو عرس كروي، ماذا بينا لي سيبورتير تاع بالعباس يحضروا بكثره. جو بونس انا كنلعبوا لهم داون، ثم حنا لي سيبورتير تاعنا عرس كروي نصف النهائي كاس الجمهوريه يجوك مع باش انا شحال 200 ولا 250 مشجع، هذا نصف نهائي كاس الجزائر نور يلعب في ملعب كبير. يأتي هذا في الوقت الذي كان أنصار شباب بالوزداد قد طالبوا أمس لجنة علي مالك ببرمجة المباراة بملعب 20 أوتا، وهددوا بمقاطعة دور نصف نهائي في حالة نقله إلى ملعب الخامس جويليا الأولمبية.